قول قول. اردر صدق عشق حاطين ميوت انتم. والواحد مايك طافي. ماني حاط ميوت. قال عشق قال. الله الله يا ابو حمد تقول لي. الله يا ضويحي. الله على زمننا. والله على زمن على زمن خروح انت مسكوس. لا هو مصلع لا يعلم يلتمس راسه مصلع. اه عشان بتطلع الصلعة عشان كذا يا ويلك مو اقول لك الله يخلف على اهله. هلا يا ونتي ونت المحزون اللي عليه الظروف قاسية. يقول انا والله اني ما تهنى بحلو النوم ورفيجي عليه هموم الايام ملتمه أشيل الحمل منه وأحطه علي وأقوم مقام يوري الضاميان مع على الجمة. تكفي بحمد أنا ضايك. أنا 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 اليمن الزمن شان أقف لها والبني ينجل لهم حماس. حلو محماس. أنا اللي قلت أنا يعني أنا 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 ما قلت أنا أنت. يعني أنا لا أسمع أسمع أنت وياه أنا أنا رجالاً للمرجلة وللمعضلة إيه؟ تلاقوني دايماً قدامه بالصفوف الأولى للمرجلة واسمع أنت وياه إيه؟ ما هي بالمرجلة اللي يوم أنك تنقز وتسولف وتضحك تحسب أنها مرجلة ما لها دخل المرجلة أنت وياه لما أنك تعلمت وسولفت ما لها دخل المرجلة أتفهم لما أني خدت غترتك وحطيتها فوق راسي هذا رفعت قدرك ما لها دخل في المرجلة اسمع انت وياه لما اني سولفت عليك واخذت معكم ما تحسب انها ما لها دخل المرجله لما اني سحبتك كذا وتمسكت بهذه ما لها دخل القزاز القزاز والله نسها ولما اني حي والله من راسها يجمل يا ابو يا ابو يا ابو شريهي واحي ولد عمي بعد عنه لا انت ولا ولد عمك تتقوون علي عشان لحالي لا والله ما جيتكم واحد يثير جمال راح 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 لا 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 بين العصر والمغرب مرتنا لما تخيلا مرتنا لما تخيلا بيت الشعر يا المبني بيت الشعر يا المبني تحتك حبيبي بالليل يا عيني بالليل بيت الشعر يا المبني تحتك حبيبي نايم بالليل يا عيني بالليل يا لا 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 الله خاب عنه مرة 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 لا طيب الله 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 السوالف انت والله ابو الجلسة اللي خزنا منه تعال يا عيوني الله ما توقعت الكلام من ذا مني صح؟ اي والله ليه؟ تدري ليش؟ ما في يوم صر جدي فيه والله غريبة يا شيخ صلوا على النبي قولوا لا اله الا الله استغفر الله والله يا ابو محمد جايب لكم موضوع والله حلو سيارة. ريال ريال لو ما تلقى في عمرك الا بس يوم انك اذا شفت مساكتين تقول صلوا على النبي ولا اله الا الله اي والله خلال البرنامج هذا انك كسوه الله يرحمك طيب استريح قول له عندي موضوع صلوا على النبي توك جاي انطر موضوع حلو طيب ليش ما تكلمت قبل اجي وانت جالس خلاص اسلم صلوا على النبي قولوا لا اله الا الله اللهم صل على محمد ولد والله ابشرك قرد انت ما عليك منه سولف في رجال تسمعك خلوا من يوم يناقش ترى عجزنا عنه لا والله يا انا عندي عجزنا عنه من يوم نقول اقعد ما يقعد لا شوف كيف اسمعني اجلس والله ما يجلس والله ما يجلس اجلس ما اعرف ايش كان سياف منظر عليه فاهم ريلتي غلط وش دخل كيف تحكم على الشخص والله العظيم اسولف معك عادي كيف تحكم على الشخص ايه وجهة نظرك احكم على الشخص كيف تحكم والله سؤال والله سؤال جامد والله سؤال حلو تدري ليش لاني انا من يوم شفت الشليهيب لا تخص لا تخص بليش لا انا شفته انا شفته اول مره اول ما عرفته عرفت انا حكمت عليه انه شخص طال عمرك كذا حار ولا بقدر اتقبله ويتنرفزني وبيضغطني لين اشبع وكيف يعني طلع هادي ميراي كيف طلع طلع طال عمرك بس بارد لا انا حار انت بارد طلع طيب قلب واحبه هذه منتهي من هذا الرغم من ولاني اقدر بس الحراره اللي فيني والله معيت قلبك والله ما فيك حراره ماسك نفسي نسل قبل برنامج خلينا نتكلم جد خلينا نتكلم جد صدق والله يحكم على الشخص عمرك بفعله طيب اخلاق اذا اخلاقه طيبه تراك تلاقي الشخص اللي دائما معك شفت اسمي يحسبني اقصد امزح امزح والله اني امزح بس والله اخلاقك لما جيت طال عمرك وقابلتك بابتسامه وضحكتك وسولفت لك هذا مو بيعني بطيحك كمين لا هذا يعني طال عمرك اني انا اعلمك شخصيتي نعم. أول مرة قابلك فأنا أشوف أنه أحكم على الشخص طال عمرك بعضهم طال عمرك يحكم من أول الموقف
يعني خلاص شافك طال عمرك منضغط وشافك زعلان وشافك في موقف اول مره يقابلك فيه يقول لك هذا الادمي حسه خلاص غثيث. السلام انا الحين يشوفوني صدق انا يشوفوني اني متكبر وانت غثيث ما لك في التكبر. أيوه يقولوني انا غثيث ولا من عرفاني قال الله والقبول الله والسواليف الله طيب تقبل صدق والله اكلمك انا صاد ليا طال ليا طالت الطرقه وجا في الدروب خلاف تبين معادي الرجال وحقائقها. السلام يا ابو شريف. انا صراحه ما احكم من اول نظره مستحيل لان راح اظلم الرجال اللي قدامي. سلام مستحيل ممكن اخذ يعني نبذه عنه مثلا اشوفه حركي اشوفه مثلا يسولف واجد لا ما خاص الغلاف الخارجي الغلاف الخارجي ولا يعني تلقاه سوالفه كلها كذب ولا والله ما اقصد ريان ايش فيك انا قاعد بنظر رجال ولا اشوف رجال بس ساكت ويجتمع اخذ عنوان الكتاب لما يعني اجلس اخذ واعطي اعرف ايش معدن الرجال وش فكره وش طريقه كلامه وش يحب وش هنا حكم على الرجال يعني مستحيل تحكم من اول نظره تحكم من اول نظره انا راح اظلم ضاحي راح اظلم ريان راح اظلمك اخذ فكره عنك خايسه يمكن تطلع انت خايس فعلا على نظرتي يمكن تطلع حلو ايجابيه نظره فما حكم من اول نظره وخير الكلام ما قل ودل وشكرا لاستماع حس استماعكم وهذا اسلم ضحضوحي. انا بالنسبه لي اول شيء اذا رايت الرجل سبحان الله المقبول مقبول واللي ما هو مقبول ما هو مقبول واللي ما اخذ ممتاز صدق واللي ما اخذ ممتاز يا زلمه هو حبيبك ما ينقل تشوف صدق والله انا كذا اراعي للرجل سبحان الله بعضهم والله انك ما تعرف ولا عمرك تواجهه تقبله يا ولد تقول هذا شفت اللي ينقبل من اول مره انتبه منه تشوف اسمع اسمع انتبه منه لكن تبي تجرب الشخص يقول تبي تجرب الرجل سافر معه يبي لك الرجل انا فاضي يا سالم طيب اذا سافرت مع الرجل لا بان الوغى ولا لا طاف عرفت الرجل هو كفو معدن. ولا ما من امور ولا تعرف الرجل زي الحين في البرنامج مع الطريق تعرف الرجل زي البرنامج احنا شو نبي رحله سفر في البرنامج رحله سفر في البرنامج في البرنامج ها تعرف ان الجميع يد واحده تعرف ان الجميع متكاتفين ان جت وقفه الا كل واحد ما حد يغيب ان جت شيء صعب وقفوا كلها أتفكر. يعني ما يحتاج وواجد المواقف في البرنامج واحد من هنا مجد صح لسانك هذه صح لبى نقطع على كلام ضاحي جد والله صحيح يقول وشفت واحد مقبول واو المقبول هذا اللي اول مره ما تعرفه انقبل من داخلك صدقني انتبه منه والله اني اتكلم جد مثلا انا شفتك اول مره قبلتك على طول صدقني ايش تبي قبلتني فيك طاع انا قاعد اشوف جد والله مثلا لقيت لي واحد بالشارع وصارت علاقه بيننا ولا شيء قبلته انا خلاص صح اني قبلت بس احط 200 الف حاجز صح بين صح ما اثق انا الحين ترى جالس معكم مو واثق فيكم تدرون مو واثق فيك انا ما اثق كيف انا صريح شفاف اضحك زين لا يعني مثلا عرفت وهذا ما اعطي الثقه كامله وما انقبل داخلي بس شنو خلي بيني وبينك لا راح يجي يوم ما يجي يوم من الايام هالشيء هذا راح يطلع سلبي علي فاقول لكم احذروا من اللي تقبلونه من اول مره والله على ما اقوله شهيد واجد صارت معي احداث من اول مره فتره بسيطه يعني شهر يجيني منه هذا فخلاص الكلام اي واحد ينقبل انتبه منه انا اول ما قبلت قلت عبد الله شيء بس راح القبول على طريقك تدري سياف إنه من أخويا كله ما يثق إلا إثنين ولا معارف يقسم باية الله لو عدى أنت طمش يا سلام ما يثق إلا إثنين إثنين بس لأنه كنت أعطي الثقة ناس واجد إثنين بس آخر شيء يبيعون لك وتردى الرجع فيني أنا كنت أوثق ما الحين ما أثق في القريب تبغى خلصت الكلام على طاري الثقة خلصت الكلام ريان ثق بأخوك أنت شكت ما أثق فيك ما أثق والله ما أثق إلا بأبوي أنا يعني ليه انا طبيعي دقيقه حط طلبك تثق فيني لا لا يعني انت على عيني وراسي سالك على عيني وراسي كلكم خلاص خلاص اخوه خلاص بطلع بكم في منحنى ثاني لا انا كنت اوثق في شخص واحد وما طلع الحين ما عاد اوثق في اي احد شوف خويي اخوي بس انا شخص يا رجال اللي يشوفك يقول عندك كنوز ارض الدنيا يقول انا غمو انا غامض ترى الغموض الغموض في الثقه عالم السعوديه عندنا
اعطيته حمد كان معي بالمطبخ. بالمطبخ مشعل بعد كومبارس ها الغموض بعد فوكس بعد كفاركو بعد كومبارس حطوا فوكس بيقطعون عليك عاد انت نسق 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 مع الشباب نسق هذاك نسق مع الاداء قد قلت لك يا حبيبي لا تقاطعني يعني اكيد في علمي يا اخي والله ما ندري والله والله اعطيت حمد ولا راح شوف بالمسرح ولا الاداره يعطونك عادي يعني شنو كله علم اخضر بابيض يقول قد قلت لك يا حبيبي لا تقاطعني اقطعني وقطعتني وانت تدري كبر حبي لك سلام كرامتي مستحيل انها ترجعني ابيع نفسي وقضي رخص وجهي لك والله ارسم لك الابتسامه وانت توجعني توجعني الله يسامحك ولا اقول يا حليلك ليلك انا حبيب المواد كان تسمعني اخذ مكانك حبيب صح وشيلك سلام الله. انا حبيب المواد كان تسمعني اخذ مكانك حبيب صح وشيلك بتقول خوان انت اللي مضيعني الله ضيعتني منك تبغى اشتاق واحبي لك بالله اكبر سلام بقفي بقلبي وشد ولا توادعني ما ودي اطيح لا شفتك بشوقي لك الله لا عد البيت اللي يقول ايش اللي قبله اللي قبل الشوق انا حبيب المودع لا تضيعني ضي لا تقول خوه ايوه انت اللي مضيعني الله ضيعتني منك والله لا اجيب كتاب في قصيده والله تعجبك ابشر بس سعد ابشر بس سعد قد قلت لك يا حبيبي لا تقاطعني خلونا نلعب منطقتك نسولف خل بيقول قصيده يقول احب لي مر تمام مثلها في المهار خل يفصل ترى ينضغط خلاص محمد ينضغط الحين لا لا خلوا خلوا لا لا خل 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 دو عندي والله اللي قاطعنا والله اللي قاطعنا كنا ضغطني شهر ك وي شهر والله ما تقاطع والله ما تقاطع انا حلفت يا ولد ما بقاطع ما بقاطع والله مسكين طقطق يسولف والله الذي نفسي بيده يلي طقطق عليه ويقول قصيده انه يجعلني خلوا الله حرام لا صدق الرجال اقول له يا عيال الشيك مع الرجال اصلا الرجال قام ياخذ دفتره ويجي يقول لك ايش ايش ما في احد ولا منه مني عرفت لا تقال انت ما عندك مجد اربعه اجور انا اعرف اربع شهور اربع شهور وكان علاقتنا اربعه اعوام والله قصيد يا رجال طلع برا عمرك والله واجدان صح الثقه اللي شلون تنمحي مره واحده انا رايح تفكرت في الموضوع الثقه تروح من الشخص لا يعني انخذل من صديق ولا صار له موقف يعني مستحيل تروح الثقه بدون موقف مستحيل اما حدث اما سالف اما موضوع صار اما يعني اما رداء اما رداء يعني مثلا واثق برجال وهذا تردى معي هذا هني تنمحي الثقه صرت خلاص يعني عادي اعطيك كل شيء بس ما اثق ذيك الثقه العمياء لا صار يعني مثلا ريان اعطيه من سوالف حدود اعرف معزه ريان اعطيه حد حد معزتي له لا تزيد ولا تنقص اي انت مثلا اغلى من ريان كلكم قلي مثلا اعطيك سوالف رضاحي كذا اوزع اما اعطي اسراري واعطي كل ما دول لا والله ما تعطيك تبغى باختصار نصيحه لوجه الله خذها ونعم. ولا كبها عند الباب دقيقه اي والله ترى دقيقه انا اتكلم كل اسرارك ومواضيعك لا تعطي احد لا تطلع من محزم كذا لا تطلع من محزم كرصاصه ترمى بها يوم الليل اي والله خل رصاصك في حزامه انا اشهد وانت هكذا صبرك الله في الوجه شلونك مت حسبي الله على العدو انا قد قال ابوي لي زمان تدري ايش يقول يا ضاحي ابوي زمان تدري ايش يقول لا تعطي سر من اسرارك الرجال لأن السر هذا رصاصة ولا سهم بيرميك فيه يوم الليل وش ما أحب الخندا الخندا وش بك الخندا وش يقول يلي اسمع بيجيب العيد يلي على وجهك علامات الرضا الرضا ما لمحك من دون تضحك تضحك تبتسم يكرم هبة وقرأ قدر واجمل قضى طاغي جمالك لك من النادر قسم الله معك نسيت اللي بقى واللي مضى مضى ما كان لي قبلك صفات ولا اسم كني عقب شوفك يلوح لي الفضاء قاعد بحد دهر وحياها الوسم
يا سلام. وش طيب دقيقة عطني. هذا وش ما عرفته؟ القصيدة دي لا تقول. ادري وش لا تقول. ادري ما انا قايل اعرفها انا. اي وش ما تعرفها؟ ما اقدر. شوف فرق. يقول يلي شوف شوف فرق فرق اللي القاه. شوف يقول يلي على وجهك. انا القاه اذا كنت حافظ كويس بس باقي والله انها حلوة. خلنا 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 نلعب اللي القاه. لا وطلعني بصورة اني ما اعرف القاه. لا لا بنرجع بنرجع. ليش تفهم غلط؟ لا لا خلاص اختاروا لنا قصيدة. انا عصبيت. يلي عصبيت؟ اضرب الذي بيت. يلي على وجهك علامات الرضا. يا سلام خلينا نشوف نفضل ملامحك من دون تضحك تبتسم تبتسم. يا اكرم يا اكرم هبه واغلى قدر واجمل قضى طاغي جمال ولك من النادر قسم قسم. معك نسيت اللي بقى واللي مضى. ما كن اللي ما كن اللي قبلك صفات ولا اسم. كني عقب شوفك يلوح لي الفضاء قاع انذبح الدهر وحياها الوسم. يا سلام ماني اقل وماني ازود من الناس كان العب زين. ماني اقل وماني ازود من الناس ولا احد يشابهني ولا اشبه الغيري غير. من طاب لي شلته على العين والراس, والرأس مصد ما حثيت خلفه مسير. بزاك شوف انت لقاك ممتاز. شوف بقول لك قصيده انا حافظها زين. ما هو بالحفظ انت لقاك ممتاز لكن شوف استعجل. لا ما بستعجل. انت يجيك بيت لازم قرار لازم هدوء. يجيك بيت لازم صار صوت شوي حطنا هذه تحت بيت بالذات. انت قبل شوي تقول يلوح لي يلوح لي الفضاء بعلمك يلوح لي الفضاء الفضاء يلوح لي الفضاء يلوح لي الفضاء على طول يلوح ان شاء الله. لا صرت شاعر ما بشعر. هذا القاء القاء ما بشعر. هذه طبقات للقاء. انا بعلمك فيها بس. يقول لي يقول لي على وجهك يلي على وجهك علامات الرضا ملامحك من دون تضحك تبتسم. يا اكرم هبه واغلى قدر واجمل قدر. قدر قدر وجمه يا اخي تخرب يا اخوي والله العيب. يقول تعال 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 يضع عشان ترقي بعدي تمام. خلوا يجي يجيني يا قل لي على وجهك علامات الرضا ملامحك من دون تضحك تبتسم. يا اكرم هبه يا اكرم قدر خلوا خلوا. يا اكرم هبه واغلى قدر واجمل قضى طاغي جمال ولك من النادر قسم. معك نسيت اللي بقى واللي مضى. ما كان لي قبلك صفات ولا اسم. كني عقب شوفك يلوح لي الفضاء قاع ذبح الدهر وحياة الوسم. الله الله يلا انت يا عشرين أبطلع يا ولد. كان في كان في اوراق هنا لي من ليش لا ما ادري بس عشان اعلمك. اقرا 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 نفس قصيده نفس قصيده. بعطي ضاحي قصيده دقيقه. لا لا خلي على نفس قصيده عشان اعلمك في خلاص في شيء في خاطري تكفى. لا حول اسم يا ضاحي. انت تشريب اول صورتي قطعتوه شفته. تعال اعطني. يلي على وجهك علامات الرضا سلام ملامحك من دون تضحك تبتسم تبتسم. يكرم هبه واغلى قدر واجمل قضى طاغي جمال ولك من النادر قسم قسم. معك نسيت اللي بقى واللي مضى. ما كان لي ما كان لي قبلك صفات ولا اسم. كني عقب شوفك يلوح لي الفضاء قاع ذبح الدهر وحياه الوسم. سلام بنجد بنجد. انا ايش يقول؟ يلا شريهيب يقول ختام السالفه تلقي يا طيب العشره كرمت ودمت القسم. هذا حقك علي وحق اقواتي على وهامي. مصير الوقت يشرح لك ظروفه لو غفلت ونمت يصحيك الزمان اللي يصحي كل من نام. انت انت احس انه علي واجب اللي مريتكم سلمت مرور اكرام تربطه الكرامه عند الاكرام. على شان الخفوق اللي على عرشه قعدت وقعدت وقمت وحجب عن كد جالنا شرقت لك بيض الايامي. ختام السالفه يا طيب العشره كرمت ودمت. هذا حقك علي وحق اقواتي على وهامي. يا سلام مصير الوقت يشرح لك ظروفه لو غفلت ونمت يصحيك الزمان اللي يصحي كل من نامي. تعرفني لمنها خابت وهامك بالموهمت وعرفت الفرق في حب الخشوم وحب الاقدام. يا سلام. الله طيب عيال اسمعني اسمعني الشاعر سعد بن جدلان رحمه الله عليه. من ذا ارحب برحي. ارحب يا شيخ. هلا ارحب برحي. تعال تعال في في في, في, في موضوع موضوع كنا نسولف فيه. ترى نفسي فيه. شنو؟ الله وجهك. بنتكلم في موضوع يخصك بعد انت كمنشد والله يعجبك. احنا قبل شوي كنا نتكلم عن الإلقاء عرفت؟ في طبقات الصوت عندنا ثلاث طبقات اللي هي الوسطى الدور الاول والدور الثالث والجواب. الجواب لمن؟ للمنشد اكثر شيء. والقرار وين اللي غسان؟ والقرار للمنشد بس. القرار طال عمرك وقت الإلقاء هو ايش هو المتغلب اكثر شيء؟ وقت الإلقاء. وقت الإلقاء النصوص التعبيريه الفصحى. هذا خله حاجز. ايوه. بس ان هي اقرار بالشيلات ما ترى ما استكشف الاقري اضاف شيء لانشاد شيء يعتبر طال عمرك ايش بس انه ما يعتبر تغلب على الالقاء التعبيري.
الحين لما تترك القاء التعبيري او نص تعبيري ما يعتبر يا حبك للعيش يا ابو قمر. نواف قام وما شاله. لا والله نواف صار. تعال 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 ابو عبد الله في موضوع يهمك. لا والله هذا يحزنني. فعندنا ثلاث طبقات هذه لما يجيك نص عندنا خمس خطوات. حلو. الخطوه الاولى سواء قصيده تلقيها او نص لازم انك تقراه. وين احطها نواف؟ النصوص مثل الخواطر يجيك نص تعبيري طويل او انه مقدمه او اي حاجه تقراها قرايه عاديه بعدين تلونها بالفواصل. يعني مثل ذا الحين طال عمرك جاتك جمله بعضهم يوقف ورا ما يوقف يا نواف لما يجي يوقف في موقف خطا انت معي يا سياف كل ما اجي كذا قروش لي ايوه لما تجي توقف في موقف خطا انت ما كمل جملتك يطلع تقديمك والقائك بشكل خطا تجي تلونها الشيء الثاني طال عمرك تعبيريه تعيش جو النص تعيش جو القصيده تعيش جو الاغنيه اللي انت فيها بعد ما تعيشها لا تكفى بهاي على واحد تقدر تكون عنده موهبه يعني انت ما شاء الله عليك عندك الميزه هذه حاجه حلوه لكن انا عندي سؤال اهم من ذاك تعال يا سلطان قريب انت بارد. فتح المواضيع يا سلطان في ذمك تعال افتح موضوع جدي شوي خلصتوا من اللي فيكم صراحه جو خلصتوا ايه الله يشغله يا ليل هيا من اللي فينا ايش يا ليل ها ها هيا هات هيا هات ترى الزمان ما راح مني والبشر في تناسون هاجت منهم ولد والعادات ما ضاعت اليوم هيضني يا المغني اللي يجرون بالحون يا ولد اليوم والله العظيم اني قمت من النوم وانا مشتهي ارسل والله والعادات ما ضاعت اليوم هيضني يا المغني حد صفق يا خلي يجرون بالحون هيات 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 ما ضاعت اليوم ترى الزمان ما راح مني بشر بتناسون جيت بالذات مثلنا نعبر الزمن ما صاحبني والبشر بتناسون جيت بالذات شباب شراكم اللي كاشخ منا واحد اثنين ثلاثة أربعة صاملين صامل تعشى في اللي ووك يلا يلا يا ولد لا تحدانا اللي علم صام خروس لا تحدانا على يا حدا انت حدانا عليها الطير حمن يجي منهم فهاج فهاج خوي هلا براس اسد دمك لبن احمد الحين عنده موضوع القاروره هذه هذا يا عيال هذا والله ما استشيره والله ما استشيره في شيء التقويم هذا تويا ما موضوع مع عبد الله ابو راس عبد الحي الحين حتى انا ما ادري ليه سميت احمد الحي ابو راس وسيف موجود مشكله ذا البرنامج هي مشكله عادي ابو راس تربيع ابو قش يا اخي وش المشكله في البرنامج يخلون الناس اللي ما عنده سالفه يقول شباب انا عندي راي عندي موضوع هذا دائما الشخص دائما الشخص اللي عنده مواضيع هو اللي يمشي رايه ما عنده لكن الشخص التافه واحد مثل فيه الشخص التافه ايوه اللي لا عنده لا هرجه مثل هذا حايلتي مليتي تقطيع على ليش؟ شف مثل من؟ تقطيع على ليش؟ شف خلي الوضع يسحبك هذا يسحبك ايه؟ ما ادري ايش معناه بس يجرك شايف نص الكلام مالك لسان تحش انت انا حاتي لازم اعلمك بهاتي لازم اعلمك بهاتي لازم اعلمك بهاتي اقطع هرجه احمد احمد اقطع وخصوه يا رجل يا عيال اقطع وخصوه يا عيال احنا شباب الشمال يا علية يا اخوان مسعود اسمعوا سالفة ضاحي أول مرة يركب طيارة بالله اسمعوا تكفى ضاحي تكفى اسلم يا ابو رحيم